توحى توحى اني جوايا كلام كثير اريد اقول لك عليه. انا قلت لك مش هتلمس مني شعره، اديني المفتاح وخليني انزل. تنزلي تروحين فين وتتركيني لحالي يا توحى؟ والنبي ما تضايق خلقي بقى بدل ما الم عليك الناس كلها ورقه بالصوت. ترقعي بالصوت وتفضحين نفسك وتبقين توحى المفضوحه؟ لا هفضحك انت. ما حد راح يصدقك، راح اقولهم انك سرقتيني. انا سرقتك ليه كده يا شيخ؟ ما حرام عليك كفايه الغلب اللي انا فيه. سرقتيني يا توحه، سرقتي قلبي. بقول لك ايه، زي ما انت كده قول كل اللي انت عايزه، انا نازله من باب المطبخ. انا قفلت باب المطبخ قبل ما تيجي. هي بقت كده ماشي. مجنونه، انت مين تعمل ايه يا مجنونه؟ مش انا بقى سرقتك وهتسجن؟ اعمل بقى اللي انا عايزاه اخد حقك. لا 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 اشتري طلع المفتاح عشان اخذلك في رقبتك. اجيب عجله. خذي المفتاح يا مجنونه، خذي المفتاح. امشي جاتك مصيبه تشيلك. انا ناقص مجانين. امشي كده، ما تجيش غير بالسكه على دماغها. اعوذ بالله. اعوذ بالله منك ومن اشكالك. زين يا توحى زين، أنا راح أوريك إيش راح أسوي فيكي. أنا حاسس إن الموج عالي قوي هنا، عشان كده أنا عمال أغرق وأعمل بلو لو لو. بس يلا يا أحسن أتصل بالمطافي وتيجي ترش عليه. صحيح، ده ممكن يتقبض علينا في ثانية. أنا معيش البطاقة. طيب خلاص، حد يحاسب على الخمرة اللي إحنا كلناها دي. يا وزة معدي كده، لا سلام ولا كلام. ابعد عن سماه السعادي يا سيد. شكل سماكي مغيمه وشكلها كده هتمطر. طب كويس يا اخويا انك فهمت، فاتكل بقى من قصادي بدل ما تقوم عليك زعبيبي. لا ده احنا كده انتقل بقى. في يا وزه مالك بتكلميني شحط كده؟ اصل يا اخويا الناس رايحه وجايه وانت واقف تتكلم معايا كلام عوج ملوش اي لازمه. يا بنت بطمن عليكي، في ناس شافوك النهارده وانت نازله من بيتكم معيطه. خير؟ لا اطمن اطمن يا اخويا. طب هشوفك امتى؟ معرفش. حلو الميعاد ده. طب انت مش عايزه ايات ولا حاجه؟ لا. شكلها بتموت فيا بس مخبية عليا. يا دنيا يا هملتي، بعد الشر عليك يا اختي، بعد الشر. مالك يا رشا، فيها ايه؟ مالها؟ فيها يا حبيبتك يا حبيبتي يا ايه؟ مالها فيها ايه؟ مالك؟ انا مش شايفه يا توحى. مش شايفه خالص. مش شايفه يعني ايه؟ فين النضارة؟ بتلبسها برضه مش شايفه. انا شكلي اتعميت ولا ايه؟ يا والنبي يا اختي ما تقوليش كده عشان خاطري والنبي، فيهم شوية حساسية. يلا على فين؟ رايحين يا اختي المستشفى، خلي بالك انت من العيال. عيال ده ايه؟ رجلي على رجلكوا، تعالي يا رشا. طب يلا يا اختي. على مهلك يا حبيبي. لا مهلك. سندي عليا ما تخافيش، على مهلك. يلا يا اختي. خير خير ان شاء الله خير، تعالي. رشا هتتفرتك يا رجاء يا اختي. شديلي عليها يا اختي بعد ما معاك. بقول لك ايه يا حسنية يا اختي؟ مش اخوكي شغال في الارزخانة؟ ما تشوفه لي يا اختي يشوف لي العلاج ده. احسن جنبي ابتدى ينقح عليا، دورت على الفوار ده مانيش لاقياه. ان شاء الله اشوفه لك عنده. طب خدي يا اختي حق العلبتين. يو فكرتيني يا حسنيه يا اختي، هشيلي معاكي شب الشمانه الحمد، احسن اخر حبايه هتخلص مني العلاج. هو انت لسه مرافقه السواق؟ والنبي يا اختي من ساعه الطلاق مانيش عارفه انا بعمل ايه. والله لو المدام إحسان عرفت إن أنت يا بتنجسي العربية مع السواق بتاعها لا تدوسك بيها. الواحدة بتفك عن نفسها وبتتسلى بدل ما هتطق من جنابها. أنا لو على كده ما خدتش بالي من روحي هبقى زيهم. أوعي يا خوخ، أوعي يا بنتي يا خوخة، أوعي. البنت تعبانة قوي، عينيها خلاص هتضيع وبعد عليها مش هتشوف. يا لهوي. خير يا سامية؟ في ايه؟ أنا مش شايفة أي حاجة خالص، أنا عينيا بتوجعني قوي بتوجعني. حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، مفيش يا أختي دكتور عيون هنا ولا إيه؟ ما أنت عارفة يا سامية الموجود هنا دكتور نبطشي امتياز وكمان بطنة. يعني إيه يا أختي؟ مفيش هنا دكتور عيون، مفيش مستشفى نظيفة هنروحها، البنت نار عينها هيروح. طب خد الكارت ده فيه رقم الدكتور وعنوان المستشفى، ده المستشفى نضيف قوي والدكتور كويس قوي. ماشي ماشي. خلي بالك الفيزيتا عاليه قوي. ما يهمنيش. يا توحى انا مش شايفه. يا توحى خليكي معايا، انا شكلي هموت. ما تخافيش يا رشا والنبي ما تقولي كده. طرف ايديكي يا اختي والنبي، ما تخافيش. يلا يا اختي يلا على المستشفى بسرعه. بشويش نزلي رجلك بشويش. هتعملوا ايه؟ بقول لك ايه يا عم معتمد، بسرعه وقف تاكسي. يلا البنت مش قادره تقف على رجليها. يلا يا
بنتي يا مش خايفه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش يا رشا. تعالي يا تعالي يا بنتي. يا عم نوح جرى ايه يا راجل؟ على مهلك شوية. ما تمشي شوية وانت ساكتة. الله، هو انت جرى وراك بهيمة؟ وبعدين هو انت ايه؟ مركب في رجلك برجل؟ باين عليك يا بنت الامضة مش بتاعت شغل. لا يا اخويا بتاعت شغل، وبجري وراك لعيش، انما اجري وراك انت؟ اهو ده اللي جديد عليا، حاجة غريبة والله. اقفلي بوقك شوية. هو انت واخدني فين؟ ايه المكان الغريب ده؟ تكونش خاطفني؟ ايه؟ خاطفك؟ اه صحيح، تخطفني ده ايه؟ ده انت مخطوف خلقة. أو عايز حد يخطفك. ربنا يستر. الواحد مش عارف هو رايح على فين، والدنيا واخده من حته لحته. ربنا يستر يا وسه، ربنا يستر يا وسه. انت بتقولي ايه؟ لا ما بقولش حاجه يا اخويا، بقول يلا نتكل على الله عشان نشوف اخرتها. اتفضل. صخر الله العظيم يا رب. اجل صخر الله العظيم يا رب. زنبق اهو. شغالة جديدة يا عرام بيه. اوكي اوكي. اسمك ايه؟ وزة سعادة الباشا. وزة. اوكي، شوف وزة، اكتر حاجة يزعلني عشان ما تعملوش ابدا ان حد يشيل حاجة من مكانها يحطها في مكان تاني. ماشي يا باشا، بس طالبة منك برضو تاخدني تلففني على البيت حتة حتة وتعرفني كل حاجة في مكانها فين. تاني اكتر حاجة يزعلني جدا الكلام الكتير. ما تخافش يا باشا، مش هتسمع مني غير كلمتين اتنين، تؤمر وحاضر يا باشا. اوكي يا عرام باشا، انا اجيب لك حاجه على الفرازه. انا اجيب لك اي حاجه. يلا ميرسي. خلي يا باشا. ميرسي نوح، يلا يقدر يمشي دلوقتي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم نوح. تحت امرك. تعالى يا اخويا انا عايزاك. هو الراجل ده يا اخويا ملوش عيله؟ عايش بطوله يعني؟ شغل اخر راحه. لا وانت استهدئ، قصدك شغل اخر قلق. ربنا يستر. من ايه بس؟ قلق ليه بس؟ الله، الباشا هو اللي بيعرف. تصدق ان انت راجل معفن؟ امشي ارغي الغور. يلا غور. السلام عليكم. وعليكم السلام، سكت السلامه. يس ايوه خلاص حصل. تؤمر بحاجه يا عرام بيه؟ ثانيه واحد، انا اكلمك تاني. اكلمك تاني. وزة، انت جيت هنا يعمل ايه؟ انت مفروض يقعد في المطبخ مش يتحرك ابدا. ورايا. ان شاء الله الباقي هيبقى عندك بكره من النجمه. بس يا ريت ما تتاخريش عن بكره والا هنضطر نخرجها. يعني ايه؟ يعني ايه ما تاخرش؟ هو مفيش رحمه خالص؟ هو يعني الفقير اللي في البلد دي لو عي ومعهوش قرش ما يتعالجش؟ ما بالراحه يا اختي شويه علينا. ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ انا هخرج اتمشى بره بقى. غور وريحني غور. الدكتور يا اختي بيقول المايه البيضه هي السبب. ان شاء الله تبقى عمليه بسيطه. اللي فهمته يعني ان لو الواحد سنه صغير وعمل العملية دي بدري يخف على طول يقوم بالسلام. يا رب يسمع من بقك ربنا يا توحى. يا رب. دفعت يا اختي فلوس كتير. ما يهمكيش يا قبر، اهم حاجة بس ان رشا تخف وتقوم بالسلام. دي رشا دي نور عيني. ما تزعليش مني يا بنتي، انا قسيت عليك كتير بس انت شايفة الدنيا قاسية علينا قوي. والله انا مش وحشة قوي كده، بس نعمل ايه؟ بشد عليكي من شدة الزمن فينا. معلش يا قبر، اهو كله بيعض في بعضه وخلاص.
كل واحد قوي بيستضعف واحد ويطلع عليه عقده. هنعمل ايه؟ ما عادش حد بيرحم حد. هنفضل كده لغايه اما الدايره تتقفل علينا وما نلاقيش حد نقعد فيه. تعرف ان الرشا بتحبك قوي اكتر مني؟ ما تقوليش كده، انتي برضو امها وحبيبتها. ومفيش حد بيحب حد اكتر ما بيحب امه. الام دي اغلى حاجه في الدنيا.